السلام عليكم. اليوم شيوتنا ديال فسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد الطبق اللي شهي ورائع ولذيذ بزاف، اللي هو فخاد ديال الدجاج اللي تيكونوا بواحد التتبيله خطيره خطيره البنات. ودائما راكم كتعرفوني كتشكروني بزاف على الدجاج اللي كنحط لكم بشكل منوع، يعني كيف ما بغيتوا، جوينحات ولا جنيوحات ولا فخيضات ولا رجيلات ديال الدجاج، كذلك الدجاج المعمر والمحمر والمشمر والمعمر. المهم المهم كملوا من عندكم. كنشكركم بزاف، اول تحيه كبيره لكم على التعاليق الجميله اللي كتخليوا لي، ولا التعاليق الزوينه بزاف، وعلى البارطاج ولي لايك اللي بديتوا تكثروا لي. كنتمناكم تزيدوا تشجعوني اكثر واكثر، وكنشكركم بزاف. القناه بدات كتفاعل عندي مزيان، علاش؟ لانكم بديتوا كتخدموا معايا وكتخليوا لي لايك، لان هو اللي كيوصل اللايك اللي كيوصل الفيديو يوصل بعيد. هذا الفيديو هذا غادي يعجبكم، ما تفلتوا فيه حتى شي لقطه. نبداو على بركه الله ان شاء الله، راه فيديو دجاج اللي رائع، غادي ضروري غادي تجربوه ان شاء الله. هنا عندي هذا الدجاج هذا كبير، راه كافي بالنسبه للاسره ديالي. اول حاجه قبل ما غادي نفزقو، كيعجبني نفزق نقشره هو ناشف باش كتجيني التنقيه ديالو سهله. هنا غادي نخبط اول حاجه، غادي نخبطو هاد عاد غادي ندير له الخل والملح، هاد الجلده غادي نخبطو بعدا. اول حاجه غادي ندير له هكا، وغادي نضرب هنا الموس، هادي نزولها هانتوما الموس، هنا كنزولو بحال هاد الشكل. هنا كنحاول انني نمشي ونهزلو شي شويه هاد الجناب هادو، ونزولو هاد الشحمه هادي. هنا غادي ندير كذلك حتى بحال هكذا، وغادي نكحز هادي، وغادي نزول هاد الشحمه معنا ما نديرو بهاد الفيت هذا. صافي، انا حتى هاد الدريه ديالو واقيله حتى هي كنزولها بحال هكا، باش بلا ما يكون بنادم كياكلها ويطيح فيها. كنزولها حتى فاش كنطيب الدجاج خلاص الكبير، راه كيزولها اي واحد. دابا غنوريكم غير واحد، نشرح لكم، ومن بعد كنبقى كنرد هكذا الفوق، كنحكلو داك الجلده هكا كنكرطها له باش كيزول داك الزغب الرقيق. حنا عندنا هنايا الدجاج تقريبا شبه مغسول، يعني هي كنزيدو حنا نوليو نديرو له، ما فيه حتى زغبه كتلقايها، نتمنى هي تلقاي شي زغيبه والو، قليل باش كتلقايها هنا في الرجل. صافي، انا غادي نغسل الموس، هنايا غادي نقبض هاد العظم دائما كنزولوه هاد الضفر. كاينه واحد هنا واحد الخويه عصبه هي اللي كندخلو فيها بحال هكا، ها هو دازال. صافي، دابا غادي نكملو انا كله ونرجع لكم باش ما نضيعش الوقت. هكا كنحصلو، بغيتو تقسموه هتقسموه، بغيتو تخليوه صحيح هتصحيح، بغيتو تقسمو هاد الرجل راه كتقلبو هكا بيديكم. هنا واحد العظم، واحد الخويه هنايا، هنا تما كتحطو صبعكم، هذيك هي البلاصه ديال الكرويشه اولا العظم اللي كيكون كيتحرك هكا باش كتهبط لكم في خد واحد. هانتوما شتيو عندي كله كبير ومازال قابطه فيه البروده حيت جبدتو البارح من المجمد في الليل. انا سبحان الله العظيم كيعجبوني هاد الكبار، كيجيو بنان وفيهم ما يتنكلو. انتو ما شفتو تبارك الله الشحومات اللي فيهم، هو غادي يبقى يصغر بوحدو حتى فاش تنقيه يبقى يصغر بوحدو. دابا غادي نقيه بحال الطريقه اللي شفتوني ونكملهم ونرجع لكم كيف قلت لكم. صافي، هنايا بعد ما كملتهم وريكم طريقه الغسيل. غادي ندخل هنا صبعي باش كنخرج ديك الشحمه، صافي
ها انتم شفتوا صبعيتي كيدخل. كاين اللي كيزول الجلده ديالو، انا كيعجبني الجلده ديالو طيب معاه باش كتجي لذيذه. صافي غنحط الطريقه غسلته. صافي هنايا من بعد ما كيقول لكم ساليتو، دابا غادي ناخذ هذا السكين باش غادي ندير له الملح والخل، غادي نفلحو شويه هكذا بحال هذا الشكل. نسيت ما فلحتهاش هنا، شمت فليحة حيت هادو تيكونو كبار خصهم يتفلحو باش تدخلهم الطرية. صافي هنا غادي نحطو، غادي ندير له الخل والملحه. تندير انا الخل هو اللول، عاد كندير الملحه. وما عليش تبلحو ماشي مشكل، لان الدجاج كيبغي الملحه. انا غادي نشللوه مره اخرى، غادي نشرب فيه ديك الملحه كيجي بنين، وكنشللوه مزيان وعاد كنديرو له عاوتاني. دابا غادي نخليها هكذا مغطي عليه. كان عندكم بليصه في الثلاجه حطوها، ما كانش دابا الجو عندنا بارد ما يحتاجش الثلاجه، غنخرجو غير فوق واحد الطبله عندي الكونجيلاتور تما. صافي دابا هكا هي غادي نغطيه بواحد الطبيصير، اولا غادي نغطيه ملي تبها دار. صافي هنايا من بعد ما شرب ليا الدجاج الملحه ديالو، ها نتوما شفتو اللون ديالو مقلوب وشفتو هكا كيفاش داير تنقى مزيان. هنا غادي ندير لاصوص، عندي هنايا كاس ديال ياغورت مسوس، عندي بودره ديال الدجاج راه كتبع عند التواركه هادي. بالنسبه للناس المغرب ديروا عطريه ديال الدجاج، الا ما كانتش عندكم ديروا غير القوام العادي اللي كنعرفو ديال لي بزار سكين، شبير شويه ديال القزبر يابس و شويه كيتشوب. هنا عندي سكين جبير، شويه ديال لي بزار، كنديروا شويه ديال الملح حيت هذيك العطريه مالحه. صافي هنا كندير كيتشوب واحد شويه، غادي ندير شويه ديال الفلفله حمراء كذلك، والثومه محكوكه، صافي. بغيتو ديروا له شي شويه ديال الازير ديروا له، بغيتو ديروا له شويه ديال الزعتر ديروا له. انا غادي نخليه نورمال يعني عادي. قبل ما ندير غادي نضيف له واحد شي شويه ديال الزيت الزيتيه، غادي نخلط هادشي كامل. ثومه كذلك حتى هي غادي نحكها، اولا ثومه بودر كلشي كيتمشى. كنطير غير راس باش كن واخا كتبقى القشره، لان هي كتعزل على كتضيع لك الوقت، ما كتبغيش تنفخ. كنحكها هكا وهي راه كتبقى القشره بوحدها في يديك. او غادي نخلط هادشي كامل، شفتو لاصوص كي دايره مزيونه.
هنا غادي نجيب واحد الكاخيط ديال الفران، غادي نديرو هنا. هو هذا ديال الزبده ديال الفران، غير انا ما تنبغيهمش يتوسخوا ليا بزاف، كيوليو كحل. لما هكا كنحاول عليهم. غادي نقبط هاد الفخيضات، غادي نلبس لهم هاد الهضر، هاد الحشوة، هاد العناصر اللي خلطت قدامكم مزيان. وغادي نزيد معاهم شي فخيضات صغار وشي جنيوحات عندي. هانتوما شتو ديك الجلدة اللي كتكون هكا، راه تاهي باش كدخلنا ليها وكنوليو نغطيوها. صافي هكذا كلهم غادي نساليهم باش ما نطولش عليكم الفيديو. تنشربو لهم مزيان هادشي وكنخليهم واحد الساعه وثاني كذلك واحد الساعه اولا نص ساعه على حسب نتوما مزروبين، ولا بغيتو تصوبوهم بالليل صوبو. ريحته عاطيه رائعه، زعما حليتوش منين شديتو. هانتوما كيجا مزال. دابا غادي نعري عليه هكذا ونخليه يتحمر. هذيك الزويته اللي طلق يدي هي اللي غادي تحمرو دابا. طاب الزبده ثم داك الجنيوحات الصغيوره اللي درت، جايين حلوين تحمروا هادو قبل. المهم هكذا كرهتش نديرهم فشي بلاطو، غنديرهم فشي بلاطو حسن غندخلهم في الفران. ناخذ ديك الكاغيط اللي كانوا مغطيين بيه نقلبو على ظهرو صافي. وغادي ناخذ هاد الخوضة نديرهم هكا يتحمروا. نتوما طابوا بزاف بزاف، كنهضر معاكم بحال راكم حدايا هكا باش يتحمر كلشي. لان هذيك المريقه واخا كتبقاو كيبقى الدجاج كيتلبى فيها ما كتضرش، يعني كتتعلق. صافي دابا غادي كيف قلت لكم غادي نسقي غير بهاد المريقه هادي لان فيها التعليقه. صافي هانتوما شتو كيبان لكم هكذا غادي يطيب على خاطر خاطرو. صافي هنايا بعد ما خرجتو كيشتوه من الفران تشم عليا ورجع على هاد الشكل هكا رائع. بالنسبه ليكم الا بغيتو تقسموه قسموه، بالنسبه للمرافق ديالو هو الاروز ولا الروز اللي كيكون مرافق بالخضر. غادي نحط لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديالو، وها هو دا واجد لينا. كنتمنى يعجبكم، كنتمنىكم انكم تخلوا لي على الاقل 10000 كف الفيديو وبارطاجوا لي لايك، وشكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.